أصدقائي وصديقاتي، رحبوا معنا الآن بالأسطورة القادمة لفري فاير، الأسطورة التي راح تحتل إن شاء الله المركز الأول في التفنيش في سيرفر مينا. إنه أعطيك كرسي ضيوف ولا تقعد؟ لا مش لا يعني خالي تقعد ديوه. مكاني تفضل. أنت خالي وعلى عيني وراسي. عندنا ضيف ثالث نحترمه ونجيبه مكان تعال محترم. من وين تجيب كرسي؟ تعال فوت تعال خش. اقعد قاعدة راس الشارع عليك. ايه ايوه هو هذا ضيف مش مرغوب فيه بس جداً. خالي اجبرني انه نحن نطلع جدا نفسي اطلع قدام كاميرا طالعين احنا زي تبع التغطية اطول اكثر شباب. خالي من لاعبين اللي مش من لاعبين من المشاهدين اللي مدمنين على مشاهدة لعبة فري فاير ونفسه يصير لاعب، واكثر شيء شده بلعبة فري فاير التفنيش. بيقول لي دائما لما بشوف حدا بفنش بترتاح نفسيتي مع انه هو ما بيلعبش اللعبة. فاليوم راح نعلمه لعبة فري فاير وفتحنا له حساب جديد كمان وراح نعمل له تحدي أسطوري. لا وقول لهم انه انا بدي اصير بوت لانه كلهم بيكتبوا لك انت بوت انا حتى انا نفسي اصير بوت. عشان تصير بوت لازم تتعلم كثير بس انا اشوف عشان ما تزعلش فتحت لك حساب سميت لك يال يعني الاسم موجود ان شاء الله خلاص بداية تمام بداية أسطورية تمام. بداية أسطورية دخلنا التاريخ ونوصع بوت حاط عينك على الكرسي واحدة هذا قاعد على الطابعة لا مش على الطابعة مفتاحي يلا سجل لك دخول الآن بحسابك الجديد نطلع من حسابنا وسجل لك دخول بحسابك الجديد لكن أنا هلعب بي سي ولا على التليفون قال يطرح نفسه انت على البي سي انت حتقعد مكاني بعد شويه الكرسي اللي انت حاط عينك عليه علي يا عمر شوف لك لعبه جديده تلعب فيها هنيمك من عصر خش المنوبه من اوسع ابواب انا خشيت التاريخ من اوسع ابواب البوت يا رجل اما المنوبه اول بوت ليفل اعلى انا يا معلم حساب بدروع بكرسي بشاشه اموري تمام حامل كلمه سر غلط هذا الحريف اسمع بما انه احنا هيك تولاتي ما راح مفروض نمسك الحريف ننزل له على مصر يومه فسفوري يا حريف يا حبيبي انا لو مأمنك على حساب ساكورا كان ايش عملت هو حساب بوت واسمه البوت يعني انه حساب اسطوري فكلمه السر اعطيني اياها غلط يا حبيبي زدت كلمه تاكد انت بوت معناها اسطوري نوب معناها بيعرف يلعب بوت معناها في قمه هذه بوت صعب توصل لها ليفلك فوق ال 90 فوق الكاد انا هفتح لك حساب جديد حرفع لك اللي بحبها ايوه عشان انا اصير بوت ايوه جداره مشغول ولا يا حريف يا حريف يعني يا اسطى كلمة السر وين؟ يا حبيبي حطيت كلمة السر غلط وضفت عليها رقم 10 وغلط، أنت يا حبيبي تضحك على مين يا اسطى؟ والله بينه مش عايزني أصير بوت والله خالو زعلان منك لا يا خالو يا راجل أنت خايف أصير بوت وأغلقكم كلكم ولا كيف؟ لا يا خالو لا ثواني يا خالو نجيب لك أحسن لك تسوي دروع نستنى ومال يلا هذا شاب طبلة يلا حريف حتيجي معانا تعيش ولا لا؟ تمام ما انت صوت فيديو دلوقتي احنا بنصور يا حبيبي الكاميرا شغاله وصوتك الجميل طالع على الكاميرا والله اه والله اه والله والنعمه وفتحنا الحساب واخيرا اول ما بتفتح اللعبه بيسالوك ثلاثه اسئله صريحه جدا السؤال الاول هل انت مخضرم او مبتدئ او لاعب بسيط يعني انت برايك ايه والله انت باين عليك مخضرم المشكله لو حطينا مخضرم حيدخلوك جيم على طول فاحنا نضحك عليهم ونقولهم على اساس انك مبتدئ يا سيدي ماشي راح نختار مبتدئ فلنبدا الان هان الاسم لازم شوف لازم نحط لك انت عجبك البوت تاكد البوت في كثير ناس مسمين البوت الناس اللي واصلين يعني مستويات كبيره في اللعبه بس لا خلاص البوت بالبوت بالعربي هيك عشان الكل يعرفه لانه صار البوت طيب البوت جنب عضلات حاجه قويه لا ما فيش احط لك ايموجي ما فيش انا بعطيك اقتراح اكثر حط البوت نمبر 1 هيك اضرب على محمد رمضان لا ما انت فري فاير محمد رمضان اعتزل موجود الاسم شوف يعني قرينا والله فضحتونا 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 الخوف بس الاسم بيعمل رهبة صحيح ممكن صحيح سام مبتدئ انت مسجل انك مبتدئ فاتح حساب جديد ومسجل فاتح لهم حساب ها هيو البوت اخذوا البوت ثلاث نقاط يعني البوت وفي اشي بعده وفي اشي بعده شايلني سلاح شوف اول ما فوتت قال لك اختار سكن اللي بدك اياه ببلاش لك انت بس هذا لانك اخترت هذا الاسم اعطيني طبعا اقوى سكن ناخذ هذا السكن بس لا شوف البوتات يعني البوتات اللي وصلوا المحترمين بيلبسوا سكن معين اعطيني سكن تعرف شخصيه كلا تبع البوكس ايه ما فيش بعد غالي ما فيش بعد يا راجل ما تضحكش علي يا معلم اعطيني معلومات حقيقيه ليش تضحك عليك قاعدين بنصور انت شوف التعليقات انا بضحك عليك كفوله في التعليقات اولانيه هذه بديش انا شوف السكن اللي عطوه اعطيها واحده اوفن وقلب قوي يا
جاب واحدة ترك. لا مين هاد؟ مين احنا بدنا سكن. انا مش انا. هذا مين؟ ايوة اديني في السكن المجاني. ايش الالوان هذه؟ احلوي اعطي لك شوف عاملين لك مهمات. هذه مكافأة. شوف هذه العصايه ما تنزلت عن جد. سيبونا من الفيديو ما تنزلت هذه العصايه. هذه كوفيه ولا ايش هذه يا صديقي؟ هذه فقط ليلك انت. اي والله هذه الاشياء مش باينه عندي. شوف هذا انت، هذا باين عليه البوت. شوف 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 النظره. هذا صار عندي يعني ولا كيف؟ لا هذا صار عندك. شوف هذا انا انيق حتى في اللعبه. سبحان الله عرفوا انه انيق. انيق دنيا مخامات. خلي ماشي في الشارع الناس تتصور مع البوت. اسمع شوف عاملين هان شيء اوري بري فاير اللي هو عاملين لك متجر تخفيضات. تمام، ايش رايك نجرب ونشوف كم التخفيضات اللي راح يعطوك اياها بما انك انت البوت؟ بس انا لسه ما صرت. انت حتصير على اخر سؤال. تمام تمام حنجرب احنا ونشوف. عطين. اسمع انا عندي لك تحدي. انا حخليك تلعب في البي سي. حلو. لو جبت ثلاثه كلات. بس ثلاثه قتله. كم فيها هي؟ كم واحد بنزل؟ هو ممكن يطلع ضدك 30 40 وبيعيشوا بعض يعني. كل ما واحد يعني يموت بيعيشوا يعني كل واحد مرتين. مليون في المية بدك بس ثلاثة. بس ثلاثة اعطيني. انا ححرق لك ابو متجر تخفيضات. قول والله. والله العظيم بس نشوف نسبة التخفيض. بسم الله الرحمن الرحيم نشوف. لا استنى شوي. وطلعت نسبة التخفيض خفيفة ما بمشيش. لا خلص تحدي. تمام تحدي. أيوة. تحدي نسبة التخفيض خفيفة مش وأنا خفيفة. وانا اختار اللي بدي اياه. ايوه انت حتختار. بس قول يا رب تخفيض 70%. اسمع اذا جبت 3 كيلات على كل كيل 1000 جوهرة. حلوين 1000 جوهرة كثير. يعني 10 دولار يعني. ممتاز. يلا ممتاز. ستوب. شوف السكنات الموجودين هان. شوف مثلا هذا بيسبح بالبحر. تخيل ان انت بتقدر تسبح في بحار في ريفاير بهذه الرقصه. ايوه وعندك هذا السكن. لا ما تورينيش انا اختار بعدين. انت حتختار. انا اللي اختار. اوكي خلاص. انا حبيت اوريك من البدايه. بس بعدين يلا تمام. يعني انت بدك تدخل تلعب فورا على طول. بدي دم. يعني انت حاب تاخذ الكرسي نتالي. طيب نشوف الحريق. انا بدي اجيب لك واحد يشيل دم وواحد يعمل احياء. بالضبط. والثالث يعد قتله وانا راح اعد. ممتاز. انا شخصيا راح اعد القتله. ممتاز احس بدك نتعب. اهلين. وريني قلت لك وريني الاساسيات. طيب انا بدخلك تدريب. دم العربي. حريق. الو ازيك يا عمو؟ والله الحمد لله البقوق كامل. يا حريف انت ما كنتش معانا قبل شويه في شيء اسمه مخفض. ايش اسمه؟ التخفيضات. التخفيضات طلع لي 75%. تمام. قال لي المستر علي اذا بتفوت وبتقتل بس ثلاثه. يا راجل بس ثلاثه بدي يعني اقتل بعدين بيحرق لي حاجه. شو بدك تحرق لي؟ متجر التخفيضات. بده يحرق متجر التخفيضات عشان يصير عندك سكنات وجواهر واشياء اسطوريه في اللعبه. تمام. عرض جميل ولا لا؟ ايه. فقول له حريف انت حتعمل احياء. حريف انا عايزك بس معايا تشيل دم. تكون حقيبته يعني. انا عايزك معايا حقيبه تماما. حقيبه عرفت. وعبودي جايبه كمان معايا. هو بقول لي انا بقول لك انا عايزك تشيل عجبتوش حقيبه. قول له يا اخي شنطه تبع الاين كوفز فاجن. هذه شو اسمها؟ عربايه. سله التسوق مثلا. الله تعالى اوسخ بقول لك. نتحمم يعني ولا حدي بدا من هالجيت ولا لا؟ بدا من البدايه. انا راح اعلمك. لك راح اكون معك واعلمك كيف. وريني ايش ادعس. اي شيء تشوفه باللعبه ما تعرفوش اسالني. اسمع لكن عندنا شرط. اذا دخلوك ضد بوتات لازم تجيب 10. تمام استنى بس الشباب اللي معايا ما يقتلوش. ما يقتلوش. لا ما يقتلوش. طالب هذا يقول لي تعال في حدا هنا. تمام هم حيساعدوك. يلا تفضل الكرسي اللي انت حاط عينك عليه. ايوه الكرسي. نار حمراء. وريني بس كيف استعمل البي كيف. يلا بسم الله ودخلوك جيم. بسم الله ودخلوني جيم. طب كيف امشي؟ هينزل انت جيم. استنى شويه انت حتحط الكاميرا هان. انا حيدخلونا الطياره بعد ما ينزلونا من الطياره. حفهمك كلش. طيب مين اللي هيرمينا؟ انت ارمي حالك وين ما بدك مكان فاضي. روح يمين يمين يمين. ايوه راح ادخل الماوس هان. حرك الماوس هو الشاشه. أيوة. شفت كيف الشاشه؟ ايوه عد قتله يا حريف. وهذه اللي بتمشي لقدام وهذه يمين وهذه يسار. انت فهمت الموضوع؟ حسيت. ايوه اخذت سلاح هيك. شفت كيف هيك بقتل. والزر الكليك اللي على اليمين بيفتح سكوب.
يا سلام وكيف بركض بسرعه؟ طيب بركض بسرعه هذه وين هذه؟ شفت انت كيف حاط ايدك؟ تحط اصبعك الصغير وتضغط هذه. طب انا مكسور هذا الصغير مش شغال. مش شغال. انا أيوة. بضغط. ايوه انت تضغط. طيب شيل، لازم عشان تركض بسرعه تشيل اصابعك من ها. وش اعمل هيك؟ يا سلام. طب استنى كيف هو؟ في واحد اقتلوه. هو الان بيلحق لحاله، مش فول كنترول. هذا بيقول لك تعال اقتلني يا راجل. مش عارف مش بدك اقتل. انا مش متعود على البي سي. بس يا حبيبي انت ما كنتش تلعب بي سي من انا وين راح؟ حرب عطاك مليون فرصه انك تجي لدور. مات ما ماتش. هو لسه حيعطيك فرصه تانية بتوقع. هرب. ايوه هيك هي ايوه هذا واحد اقلب على السلاح الثاني. سلاح الثاني من وين اجى هذا؟ كيف حطيت الثلج هيك بسرعه؟ تبرد الدنيا صارت. كيف حطيت الثلج بسرعه؟ والله ما بعرف. طيب اضغط هان عشان تغير على السلاح الثاني. وراح اعطيك خدعه اسطوريه. هذه الخدعه مش اي حد بيتعرف عليها. اللي هي لو ضغطت الاكس حيشيل السلاح من ايده ويركض. شوف شوف مثلا لو ضغطت الاكس شال السلاح من ايده، هيك بصير يركض بسرعه اللاعب. هذه شنطه، هذه حقيبه. يعني لو الحريف ما رضيش يكون حقيبه بتقدر حقيبه. لا قال لي لا قال لي تمام. هو حيصير حقيبه. تمام. وين اروح؟ هاي واحد اي واحد اي واحد قدامك قدامك قدامك. شيل سلاح، خذ رقم خمسة سلاح. اعمل رقم خمسة. اخ ايوه مين اللي سرق الكيل فيكم؟ مين؟ انا الحريف. سرقوا منك الكيل. كيل غير. انا الحريف والله ما عندي. ايوه طخ هذا. كمان بده ضربتين بيطيح، ضربتين. حرام. كيف نركض وراه؟ الحق. قسما بالله صاعق اذا بتضربه. روح امسك انت. روح امسك. منك، هي قدامك. طلقة واحدة عمرك انت واحد طلقة واحدة انت طلع قبلها بدون طبل. جاب كيل ثاني. هذا كيل ثاني. احنا ضايلنا 10. لو بوتات، لو طلعوا بوتات لازم تجيب 10 كيل. طب نقدر نغير التحدي على التليفون؟ استنى شوية استنى اي اوه في تيك توك استنى كيف اركب التيك توك؟ اي انزل. سرق التيك توك يا راجل. ايوه هيك بيت القائد وامشي هيك. لا وريني بش ركبت بالار اركب وانزل. ايوه عندك ار انت؟ يلا هذا اركب معك هذا الحق هذا بعد الكلات بيدفع بلاء باخذ منه فلوس ولا منه لا اعطيه توكن بالمقابل. طيب وين هذا؟ شوف بعرف تعرف ترجع على ناريه هيك اصلا بالله اقوى بوت في اللعبه ما بعرف يرجع على ناريه. طيب امشي لقدام. بدنا نركب اللي معانا. اللي معاك هذاك بيلم بتوكن وبيعيشك. هو هذاك وظيفته الاحياء. انتوا عاملين خطه من ورايا. عبود اذا جاك مغص بدك تراجع. يسار واحد يسار روح يسار. يسار في واحد. وين؟ هي وقف عند المستودع. انزل قلت له هذا ابو اثنين. كيف انزل؟ انزل بالار روح لعنده حط السلاح رقم 4 اصبر. رقم 4 رقم 4 اثنين جنب بعض. ابو اثنين الليل صار عندك 4. عبود يكون طفل قوم ارقص. كمل 35 واحد في واحد في واحد. ما تشغلنيش ابو. سلاح البعيد غير. ايوه سلاح القريب تقدر. خذ سلاح البعيد. طب غير رقم 4 مره ثانيه. ايوه اضرب هذا السلاح. طق عليه. خليك واقف طق عليه. الاكس يا رجل هذا حيلف الخريطه كلها. هزله. خذ التوك توك. طب انت روح جيب التوك توك يا راجل. مالك يا عبود؟ شفت هدول اللي ضدك كلهم بوتات. ايش ايه كلهم اللي ضدك بوتات هدول يعني مش حقيقيين. طب ما انا كمان بوت. مش بوت احسن حاجه في اللعبه؟ لا اللي هو هو بس انت كلهم بوتات يعني هم بوتات كمبيوتر اللي بيلعب. فانت اذا وصلت لمستوى عالي من الاحتراف بصيروا الناس يفكروا انه كمبيوتر اللي قاعد بيلعب مش بني ادم طبيعي فبسموك البوت. يعني انت ريبوت يعني البوت اللي قاعد بيلعب لانه الاحتراف هذا مستحيل بني ادم طبيعي بيلعب هيك. جبت الكل خامس ايه سياره عبودي عبودي في واحد يمين في واحد يمين هي شفته في الخريطه احمر. ايوه طخ عليه. قسما بالله العظيم اسهل حاجه في الدنيا تصير بوت. هذا واحد ثاني ايوه شفت هذه الحركه تبع الزوم انت. ايوه هذه العبد لله وميسي العبد اللي استنى شوف الهيد شوت هذه في راسه يعني بعرف. استنى اذا حدا بيقرب عليه عجبته التطبيق
الشيله الاولى قمت امبلهم سالتك بالرحمه كيف اشيل هذا ايوه حرف الاكس شيل السلاح من ايدك ايوه هيك سريع انت سريع شوف الصاعقه لكن ملون ليش بدي تلون زيه حربايه هو لا ما الالوان مش كويسه هذا سكن الحربايه لا الالوان مش كويسه خليك شوف الالوان واحد يا جماعه الخير بالله سرقه ما بدناش بسرق لوت اقتل ايه اجي اقتله واتعب واجري وهذا تيجي تاخذ اللوت وتروح حدي. انا جشع لو جبت البويا اخلي عبودي يقوم يطبق ايش يعني البويا البويا يعني انك تفوز هذه سهله يا انا مش شفتش كيف قتل فيهم زي العصافير الصوره انت لا بوت انت بوت انا البوت تراب انا كنت مفكرها هذيك زي تبع استنى بشم شربات اعطيني سكن بشم شربات الزون 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 حتموت وانا اروح ايش اعمل روح يسار يسار ايش هي يصار. طيب الظلمه هذه هاد الظلمه هذه هي الزون هذه بتقعد تعض فيك لا تموت كلب يعني ولا لا لا هو اللاعب يبطل يقدر يشم شربات بصير يشم غاز لا بس بجد ليش يعني ليش ايش الفكره من شم الشربات ما هو عشان اللاعبين يتلاقوا في الاخير في مكان واحد يتلاقوا دايخين يعني ولا رقم خمسة رقم خمسة ايوه اعطيه شوت هو جاي اضرب اضرب في راسه استنى متت متت وان تاب الثاني الثاني ايوه الثاني 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 عبودي بنشلوا الكيل بنشلوا الكيل سيبوا عبودي بفنشوا على الحراسات كيف الاكس الحراسات ايوه لسه اثنين بالله عليك اي واحد اي واحد 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 رقم خمسة وين راح هرب هرب ورا البيت ما فيش قنابل ها أه؟ فيش قنابل ما لقيناش قنابل طب انط كيف انط ايوه بالمسطره هذه سبيس ايوه مسطره مقدمه في حيوان اليف مر من جنبي هذا حيوان تبع الحراسات طب انا بدي كمان بدي حيوان الحراسه اللي عندك جايبين معهم حيوانات اليفه كمان يعني كلب بوليسي وكذا يعني هم بيحرسوك اثنين الشباب قسما بالله قول يا جماعه الخير بس كلين يا جماعه الخير ونحلق ابو ايش في حاجه بدنا نحرق ابوها شيء ابو متجر التخفيضات ابو متجر التخفيضات اثنين كلات بس طيب الاثنين يا جماعه اثنين ولازم تفوز ايش لا لا ما قلتش لازم افوز قلت لي 10 كلات واذا جبت هذه الابصر ايش اللي قلت عليها البويا البويا هذا بتلمع الكنادر لا جاك الزون ياكلك اوه كيف ايش خليك في هذا المستوى خليك ماشي لقدام لقدام حتطلع هموت لا مش حتموت خليك ماشي لقدام ما توقفش ابدا سيبه روح روح بوت الزون روح بوت الزون بجري ما انا هيني ايوه اسرع تقدر اعطيها واحدة مستنشق واحدة مستنشق حرف البيم وانت بتركض حرف البيم وانت بتركض خلص ايوه تمام هيك استنى بدنا منهم اثنين بس يلا طخ عليهم طخ مش عليهم. عارف سكر سكوب ايوه سرق الكلمة البوت ايوه تاني يعني انا اقوى من البوت اللي تحت انت اقوى لا هو ايوه انت اقوى ايوه سبحان الله تهرب بنت مش عارف الحقها بالمال واحدة تانية حرام ضربة تانية مات هرب 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 يصار في واحد تاني ايش اعمل الكراج. هرب هذاك هيو 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 هي. وينه جاي على اليسار تفتح سكوب ايوه اعطيه عشان عبود يقوم استنى ازيدك ال 11 ازيدك ال 11 ازيدك ال 11 استنى ازيده ال 11 بس عشان ايش ما يزعلش سرقوه خلاص كمل البويا لسه فيه البويا عشان ازيدك جواهر شفت الزون كيف عضك هرب دنيا ظلمه يا راجل اي واحد بيقتلني تعال ايوه هذا ال11 في واحد اخر بعبي دمك استنى في واحد بيطخ علينا ايش اعمل وقف وحط البي حط البي هيك عبي دمك لانه هيك في الشارع عادي عادي هم اللي ضدك يعني مش محترفين مش بوتات اللي ضدك ما فيش حد حيوقف ايوه طخ عليه وانت واقف عشان الايم يمسكوا ما هو انا الخشبينات نصور ميت ايوه طخ عليه حلوه لسه في واحد ثاني ثاني قاعد بيعالج بويا هذه البويا تو بدنا نحرق ابو هذاك طيب ارجع الكرسي اما اللعبه الشخصيه افضل من اول لعبه تعتبر اسطوره تعتبر بوت العالم ليفل اعطوك هدايا ليفل 2 استحقيت و2500 اعطوك جولد ذهب 2500 ذهب بتعرف تاخذهم هذول وين صرفهم هذو غاليات وين اجيبهم هذو 2500 بعطوهمش لاي حد طب من وين كل 2000 بتسوى $100 هذول بيسوا $250 طب وين نصرفهم هذول لازم تحتفظ فيهم هدايا وزعهم هدايا للمتابعين احنا تفهمنا على كل كيل 1000 جوهره لكن لو كانوا حقيقيين يعني المفروض 10000 جوهره اشحن لك انا الان لا استنى شويه يا راجل انا قتلت 11
بس من بالله 11 او 12 اشوف 12 اقسم بالله 12 وانا اختار اللي بدي اشتري. انت قول لي الكويس لانه هو ايش لاقي لي رخيص. انا اجي لك لبس البوتات اقوى لبسه بوت نازله حتى كل ينصرف عليها جواهر عاد. هو اشتري له تبع الكره القدم. ما فيش حاجه مكتوب عليها بوت؟ لا لا لوجو لا ممنوع عاد. شفت انت كيف لما اخترنا الاسم بوت ما رضيتش الشركه ابو الاول؟ ليش ما اسم بيخوف مرعب مرعب يعني. تسمي حالك بوت معناته انت خاتم اللعبه اربع مرات. بس مبين علي يا اخي انا واخذ شوف انا شايل كاس العالم اربع مرات هذا واحد من المرات اللي شلت كاس العالم فيهم ومانعيني اسمي حالي البوت. اسمع ما قلت ليش كم بدنا يوصل كم بدنا يوصل لايك هذا الفيديو؟ بس انا بحكي بال100000 200000 لا كثير 100000 100000 نقدر نوصل 100000 اذا وصلنا اسمع شوف اذا وصلنا فوق ال 50000 وزع لهم هذول اللي ربحت انا هذول حنسحنهم في حسابك بعدين نوزع لهم. لا مش تاني. مش لا مش الجوائر اللي طلعوا لي هذول 250000 جوهر قلت ال 2500 خلاص حوزعهم على المتابعين ونصور فيديو ثاني حلال زلال بعقاب تخسر تتعاقب واربح تفوز دقوا على رجليكم يا جدعان. شوف يا خال كم جوهره صار 37000 جوهره صار 37000 تعرف كم حقهم 37000 جوهره بديش اعرف لاني بديش ادفع بس في مشكله بالصفر انا حكلم قارينا يحلوها بجد انت ولا 3700 بجد هذه الرقصه اعطيني حاجه تفيدني في اللعب رقصه قال شويه هنا ايه يا سلام اعطيني الرقصه صاحبنا هذا الرقصه بتاعته اوكي يلا هذه الرقصه شوف 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 يسبح اوه ماي جاد جيب سكن تقول له سكن هذا كويس هذا كويس بدل سكن الموف اللي انت لابسه هذا ايوه ايوه شوف هذا سكن شوف بلبسه مناخيره بكبر والحياه بتحلو يا سلام عليه. شفت انت كل الاشياء اللي اشتريناها وال 37000 صار 31000 يعني عشان تعرف انه انا مش بكذب عليك. تمام تمام. طب انا سؤال يطرح نفسه ونفسي اسال ايوه هل ينفع اشتري حاجات لها علاقه بالسلاح؟ بده يطور اسلحته. ايوه هذا اللي نفسي اقوله. البوت ما بيطورش اسلحته البوت. لا لا اعطيني انا بدي مثلا الام بي 5 هذه اليوم في هذا السلاح الاسطوري اللي كان معاك نجيب باكجات اليوم بي. جيب 20 باكج ان شاء الله يطلع لك دام بسم الله الرحمن الرحيم. اعطوك اليوم بي 18 يوم تقعد تلعب يوم بي تفنش سيرفر كله 18 يوم اديني في شرلمبر له نشوف الباكجات هذه مش حتحتاجها انت انت تصرف يجيب لك سكن سكن اعطيني سكن الكلب. بدك سكن الكلب اذا حلو سكن الكلب يا راجل ما فيش حد بيشتريه باللعبه لانه غالي. ما فيش حاجه نادره ما فيش حاجه في السوق. هو سكن الكلب نادر وما فيش حد بيقدر يشتري. اعطيني خليني اعوي عليهم كلهم. اجيب لك رصه القلب تطلع قلب هيك ها ها انا اللي بدي اياها. طيب عشان اضلني ابوس شوف 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 يا راجل حرك شعوري عن تاريخ عشان ابين بول. ايوه شوف 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 انت قال لا مش انا يعني ما لاي حد انت يعني الشخص انت بس انت حاليا انت هو ما استنى لو وجهنا اللاعب لعندك انت اشوف بصير انا هيك شوف ها انت هذا انا هذا انت لا لك عبودي واحده بالله خذ عبودي خذ واحد عبودي لعب معي انت يلا دلعني استنى ما حجيب لك اشياء اسطوري بدك سلاح للي ايه شو انت حابب تغير اسمك في المستقبل ولا لا مجنون انت ما انا عشان هيك مش حشتري لك تغير اسم لا طيب غير اسم بوت بدك اعلم البوت شوف 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 هذه حنجيب فيها سلاح بعد شوي لا والله حنجيب فيها سلاح ما تضحكش علي بس لا والله والله حنجيب سلاح تعال تعال اخذك لعند الحاضنه ونجيب سلاح اسطوري شوف انا انت قلت لي بدك اسلحه ولا ايوه تحب سلاح الاي كي ولا لا انا بموت في الاي كي والله مفيش بعده مفيش بعده مفيش بعده الاي كي اعطيني الاي كي رهيب بسم الله الرحمن الرحيم شوف خمسه لحد الان ما اعطوكاش ولا صوره والله يا خال حظك سيء للامانه لا اعطوك واحده ذهبيه اللي بعده اوه اعطوك تبع الاي كي مره ثانيه اعطوك واحده ذهبيه واحده تبع الاي كي واحده ثالث واحده ذهبيه مستحيل مستحيل عمرها ما صارت شوف هذه الحاجات هذه هي عنده هذا بيحلم فيها يا رب اديني هذه بتكون غير عند البوتات شوف واحده ذهبيه مره ثانيه شكلها افرح ولا شعمل افرح مبروك انا ومكانك بقوم برقص لا يا راجل لكن مش قدام عندنا الان ثلاثه ذهبيات واثنين من هدول الصور يعني بنقدر الان ناخذ لا هذا ارخص واحد لازم نصرف باقي جواهر لا جواهر بدنا نحافظ عليهم نجيب واحده اي كي ثانيه 350 بدنا واحده صوره اي كي قرينا يا نصابه ما تنصبيش علينا خالي قاعد وما تفضحيناش قدامه
يلا ما اجت اجت بس الجزء الثاني حنا هذا تمام. راح نجيب تمام خلاص الاكي صار عندك. هو جبت لك هذا الاكي الذهبي يعني. ممتاز هذا لما تلعب تاخذ الاكي بجيب الذات لحاله بينزل هيك منظره ها هيك شكله بينزل معايا نار لهب وذهب بيطلع بوت بوت حتعيش اللحظه مع هذا الاكي. اي واحد حيشوفك حيقول لك من وين جبت الديسك. ضل عندي بس 7000 جوهره. ضل عندك لا 740 مستحيل صفر طاير صفر. خلاص خلاص حفظ العلم. انا بحب التوفيق. خلاص اذا وصل هذا الفيديو فوق ال 50000 لايك بنصور فيديو ثاني نعمل تحدي جوهر. لا عقاب او مكافاه. تمام متفاهم. تمام تمام لا عقاب او عقاب يتعاقبني يا عقاب. فعلا بوت بس الحساب اسمه بوت. نلعب انا وياك ضد بعض اللي بخسر الثاني بيعاقب الثاني. لا لا بنلقى لها فتوى بنلقى لها فتوى. تمام مش مشكله. انا من رايي الفيديو الجاي عملوا لي مصابه ولا انا وياك مين هذا بقدر لي عقاب بينك وبينه. ايوه تمام ريحتوني يعني انا المصور باذن الله على الزيرو. لكن كم يوم ايش كم يوم ليصل الفيديو 1000 لايك؟ اسبوع معكم اسبوع وقت. اوكي اسبوع. شو شباب نشوفكم ان شاء الله بمقطع ثاني. لا احنا مش حناخذ صوره حنقول مع السلامه. مع السلامه.